في بعض الأسئلة اللي ممكن بتطرح عليك بشكل صحفي مشروع جدا بس بتبقى محيرة قوي. يعني أنا مش عارفة لو أي حد مكانك مفروض يرد يقول إيه. زي سؤال مثلا عن حالة شيحة. لا أنا بقاش في موقف حرج لأن اللي في العمل العام عليها أن يعني يتحمل. لكن أنا إجاباتي بتبقى منطقية. يعني ما بديش إجابات دبلوماسية أو رومانسية أو أخلص. لا أنا اللي قلته أن لو هي قررت ترجع أنا لست صاحب القرار في الأسرة الفنية كلها. أنا أخذ رأي كل فنانين مصر. ولا المجلس الإدارة؟ قبل مجلس الإدارة. ما الأسرة الفنية منها مجلس الإدارة. بس الأهم الأسرة الفنية. لأن اللي حصل كان يمس الأسرة الفنية. يعني أنتوا كفنانين رأيكم إيه؟ هيقولوا لي. رغم ان انا ممكن ابقى عارف الاجابه دلوقتي. والاجابه ايه؟ لا هم متسامحين. يعني هم بنتنا وحبيبتنا يعني هي كلمتني على فكره. يعني حصل بيني وبينها تواصل يعني بالمناسبه يعني وقالت لي انا جاي قريب ومحتاجه اما ارجع اقعد معاك وبتاع. قلت لها ماشي اما ترجعي نتكلم بس ما اقدرش اكتر من كده. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.